حبايب قلبي، صباح الفل. النهارده ان شاء الله جايب لكم فيديو عن سوق المستعمل. هنروح النهارده نصور مع بعض سوق المستعمل هنا في المانيا، وهوريكم كل حاجه وكل المعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها. بس مش هطور عليكم في المقدمه، خليكم معانا. دلوقتي احنا في الطريق للسوق، هيعجبكم ان شاء الله الموضوع هناك. السوق ده عبارة عن سوق مستعمل فقط، زي في مصر عندنا كده سوق الجمعة. لو حد مصر دلوقتي شايفنا يفهم كويس او انا بتكلم في ايه. هنلاقي هناك اغراض مختلفة وحاجات كتيرة، ان شاء الله الموضوع هيعجبكم. اوصل وابدأ اصور لكم كل حاجة ان شاء الله. المسافة ما بين المكان اللي أنا عايش فيه والسوق حوالي 63 كيلو مثلا، 64 كيلو جوه المدينة والكلام ده. فوقفت كده لمدة دقيقة أخد كافيه سريع ونكمل الطريق مع بعض إن شاء الله. دلوقتي احنا وصلنا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، شمال ويمين. هنا هدوم، الكترونيات، اكسسوارات، حاجات للديكور، قطع غيار عربيات، شنط، كل حاجه موجوده هنا. كل السوبر ماركتات اللي هناك دي الطبيعي يعني في الوقت العادي ان دي ماركتات عادي وشغاله وفاتحه وبتبيع الادوات اللي انتم شايفينها كلها، الشكار والحاجات دي، معدات للزراعه يعني. بس النهارده علشان يوم الاحد كلهم قافلين، وطبعا الناس مستغله الموضوع ده يعني مش مستغلاه، هم علشان المحلات قافلة يوم الأحد، فهم طبعا فرشين وعاملين الوضع اللي انتوا شايفينه ده. السوق ده برضه في قطع للبنى، سواتير ومناشير ومعدات منشار كهرباء، الكلام ده كله. كمل معاكم بقية الجولة. زي ما انتوا ما شفتوا السوق جوه كده، في كل حاجة يعتبر، اكسسوارات، لعب أطفال، أدوات رياضية، أدوات بناء، إلكترونيات، لابتوبات، الكلام ده كله. بس المشكلة اللي أنا معرفتش أصور كل حاجة لأن في ناس كتير، وأنا برضو مش عايز أخش وسطيهم وأصور والكلام ده، لأن مش عايز حد يحس إن في حاجة غريبة بتحصل. لأن أنا بستغرب برضو لما بكون في مكان وألاقي حد داخل بيصور كل حاجة كده. هو بالنسبة لي عادي، بس في ناس بتستغرب من الموضوع ده. فأنا صورت لكم المكان كده سريعا وقلت لكم شوية معلومات. من مميزات السوق ده بقى اللي انت بتلاقي هناك حاجات انت صعب تلاقيها في أي سوبر ماركت تاني أو في أي مكان أو في أي جاليري أو الكلام ده كله. بيبقى فيه زي انتيكات كده أو حاجات فعلا فريدة من نوعها، مش بتلاقيها غير في الأماكن اللي زي كده. في الناس اللي هي بتحب تجمع الانتيكات والتحف والحاجات دي، ده بيبقى بالنسبة لهم مكان مناسب جدا جدا جدا، لأن أنت بتشتري حاجات جميلة وقيمة فعلا بسعر رخيص. وكده يبقى أنا خلصت الفيديو بتاع النهاردة. هو سريع وبسيط وصغير، بس أديكوا خدتوا فكرة برضو عن إيه، حاجة هنا
زي كده مش كل الناس تعرفها ومش كل الناس قايلها في فيديوهات. تمام، ويلا اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديوهات التانية ان شاء الله.